جنت على نفسها براقش. سامعين بهالمثل؟ كان في بيت بالمغرب العربي عندهم كلب اسمه براقش. علمها صاحبها تطيع أوامره، وأنه كل ما يجي حدا غريب من حرامية أو أعداء عالضيعة تضل تنبح وتهاجم ليروحوا. وبيوم هجم على القرية أعداء، بس كان عددهم أكبر من عدد سكان الضيعة. ضلت براقش تنبح لتأنذر أهل القرية أنهم بخطر، وفعلا ردوا عليها وكلهم هربوا من بيوتهم وتخبوا بمغارة. الأعداء فتشوا كتير وما لقوا حدا، فقرروا يطلعوا من القرية، وفرحوا السكان وطمنوا. بس براقش كانت متعودة تودع الأعداء، وبلشت تنبح من قلب المغارة لما شافتهم عم بيروحوا. حاول صاحبها يسكتها من دون جدوى، وهون عرف الأعداء وين كانوا الأهل المخبيين، فقتلوهم كلهم وقتلوا براقش معهم. ومن هون إجا المثل المشهور: جنت على نفسها براقش. ليدخل اسمكم بالسحب على 100 دولار كاش يومياً، عملوا شير للفيديو، تاج بالكومنت لثلاثة من أصحابكم، لايك وكومنت لآخر 3 بوستات، وأكيد فولو لحسابنا وحساب السبونسر.